أعني مرة أخرى، إذا نظرت إلى تجارب الأسلحة النووية فهذا يظهر أن الولايات المتحدة على سبيل المثال اختبرت أسلحة نووية على جنودها على شاطئ كبير. والحقيقة أعتقد أنني أعرف بعض هؤلاء المحاربين القدامى في شاطئ بكيني، معظمهم ماتوا الآن، لكني قابلت بعضهم في الثمانينات. كما تعلمون أصيبوا بالسرطان بسبب هذه التجارب غير الواعية.